هناك لا التزام الا بقانون، احنا لسه ما عندناش قانون، لكنه طيب التزام اخلاقيا ادبي. يعني ادبيا او اخلاقيا التزام ادبي، وده هو الاليق وهو ده المتبع في كثير من دول العالم. فده هو اللي نبدا نشتغل عليه دلوقتي. يعني انا كمواطن زي ما حضرتك بتقول كده، انا عايز الدواء المثيل لو ما لقيتش اللي انا رايح له بالاسم التجاري بتاعه. بالظبط، لانه زي ما بقول لحضرتك كده، هي نفس الماده الفعاله، نفس التركيز، نفس طريقه التناول. طيب دكتور حسام، في بعض بيشتكي نقص بعض ادويه الغده، هل ده صحيح؟ في شويه شح في الدواء المستورد، لكن يوجد له بديل بنفس الماده الفعاله والتركيز من انتاج المصانع الوطنيه. في عندنا نوعين من الدواء بيتم تصنيعهم في مصر لعلاج مشكله الغده الدرقيه، بيتصنعوا في مصر وموجودين عندنا مصريين يتم تصنيعهم محليا. يعني نفس المستورد اللي هو مش موجود، نفس الماده الفعاله بنفس التركيز. طيب السعر ايه؟ قريب منه ولا ارخص؟ لا، السعر المصري بيبقى ارخص طبعا. ارخص طبعا. والناس بتشتكي ليه من اسعار الادويه، بعض الانواع الادويه، هل ده ايضا كله مرتبط بالدولار؟ لا شك انه احنا بنستورد الماده الفعاله، نعم، وبالتالي ففي ارتفاع. هو عموما على يعني بعد جائحة الكورونا، خطوط الإنتاج في أغلب المصانع توجهت نحو يا إما تصنيع اللقاحات يا إما تصنيع أدوية الكورونا. نعم. فلما انتهت الجائحة والحمد لله، بقت خطوط الإنتاج محتاجة إلى تتغير عشان تؤدي نفس الكميات التي كانت تنتج قبل الكورونا. ده بياخد شوية وقت، فده أصبح هناك عندنا خلل في سلاسل الإنتاج العالمية بسبب الفترة السنتين وشوية اللي المصانع فيها كانت وجهت وكثفت جهودها كله لانتاج اما لقاحات او ادويه الكورونا. مع الوقت الامور بتعود الى نصابها، وان شاء الله تعود سلسله الامتداد العالميه للانتظام. لكن احنا مساله التوطين في صناعه الادويه مستمره بشكل كبير جدا، خاصه النهارده كمان كان في سياده الوزير مع دوله رئيس الوزراء في الاردن، وهناك تنسيق مع الاردن، والاردن من الدول اللي عندها تصدير كبير فيما يتعلق بالادويه. ايه اللي هيتم في الملف ايضا الادويه؟ لانه الاردن زي ما قالوا النهارده دولتي رئيسي وزراء البلدين، هناك تكامل وليس تنافس بين البلدين في مجال الدواء. يعني زي ما حضرتك ذكرت، احنا الحمد لله في مصر عندنا فوق ال 65% من الادويه بيتم تصنيعها محليا. لسه من فتره قريبه السيد الرئيس افتتح مدينه الدواء المصريه جيبتو فارما، فعندنا مدينه متكامله للتصنيع بالاضافه للمصانع الوطنيه. دوله الاردن الشقيقه من الدول اللي بتنتج ايضا وبتصنع انواع من الادويه، لكن الادويه اللي احنا بنصنعها مش موجوده عندهم، وفي بعض الادويه اللي هم بيصنعوها مش موجوده عندنا، وبالتالي التكامل أن يتم الاستفادة مما يتم تصنيعه هناك في الأسواق المصرية، وما يتم تصنيعه في الأسواق المصرية إلى الأسواق أو في المصانع المصرية إلى الأسواق الأردنية، وده بيخلق نوع من التكامل لا التنافس، عشان اختلاف المواد والأدوية أنواع الأدوية التي يتم تصنيعها في مصانع البلد. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام أبو غفار، متحدث باسم وزارة الصحة. نتابع نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، واستقبال طبعا سلطان طائفة البهرة بالهند، ويمنح السلطان